منذ شهر ونصف على استلام مهمته في الحديدة تحطمت كل محاولات باتريك كاميرت على صخرة التعنت الحوثي، بدءا بفتح ثغرات في نص اتفاقية السويد، مرورا بمسرحية تسليم ميناء الحديدة، وصولا لتهديده العلني واستهداف موكبه بالرصاص الحي، ما أجبره على نقل المحادثات إلى عرض البحر في خطوة رآها مراقبون انسدادا للأفق السياسي، خاصة بعد عقد جولة جديدة اشترط فيها الحوثيون الوهم بانسحاب القوات الحكومية 25 كيلومتر لتحقيق إعادة الانتشار. أبرز المعوقات التي واجهها باتريك كانت متنوعة، تعرض لعملية إطلاق النار لموكبه ذات مرة، لم تلتزم الميليشيات الحوثي بما طرحه بفتح الممرات الإنسانية لإدخال وإخراج المغاثات من والإغاثات من وإلى الحديدة، طبعا لم تلتزم الميليشيات بالانسحاب من المناطق التي حددتها الأمم المتحدة. ومؤخرا قفزت الميليشيا على اتفاقية السويد مطالبة مارتن في زيارته الأخيرة لصنعاء باستثناء ملف الحديدة من التنفيذ والذهاب لمشاورات سياسية شاملة تضمن بقائها في الحديدة وبقية المناطق التي تسيطر عليها، ما اعتبره مراقبون تعقيدا متعمدا للسلام واستغلالا لجهوده في تحقيق مصالح الجماعة وحلفائها الدوليين. يبدو أن الميليشيات الحوثية لم تحقق ما كانت تطمع إليه أو أطمعها في مفاوضات السويد بشأن مدينة الحديدة، وهذا ما تعززه أو ما تثبته عدم انسحابها من المدينة، ويأتي هذا طبقا للأطماع التي تسعى لها من مفاوضات شاملة أو القفز عن هذه الاتفاقيات في إلى مفاوضات أكبر منها. وبمقدم الدنماركي للسجارد خلف للهولندي باتريك يطلق جريفيتس تصريحات باعثة للأمل، ويعد اليمنيين بإمكانية تحقيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، ويؤكد رغبة جميع الأطراف في ذلك. تفاؤل أممي يستدعي حالة تندر عند اليمنيين، خاصة أنه جاء بعد سلسلة طويلة من التعقيدات، إلا أن هذا التفاؤل قد يكون له مبرراته التي تدرجه ضمن جدول أعمال مارتن خلال المرحلة المقبلة، إذا ما كان هذا الجدول على خلاف العادة يحمل مفاجآت غير متوقعة. محمد المغاربي، قناة الغد، الحديدة.